ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. صورا تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها تعود للفنان المغربي سعد المجرد، طرحت مجموعة من علامات الاستفهام لدى الرأي العام المغربي اليوم الثلاثاء. وتنويرا لجمهور سعد المجرد، تبين أن الصورة الملتقطة تعود لممثل أمريكي لديه شبه كبير بالفنان المغربي سعد المجرد، وقد جسد دور سجين في وثائق عرض يناير الماضي. واليوم تحديدا عادت قضية سعد المجرد للتداول بعدما أذيع على أثير إحدى الإذاعات الخاصة المغربية حصول المعلم على البراءة، الخبر الذي نفته مصادر خاصة مؤكدة أنها مجرد إشاعات. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.